برعاية كريمة من سمو الأميرة نورة بنت محمد آل سعود حرم أمير منطقة الرياض. شهدنا أمس فعاليات مؤتمر تمكين المرأة السعودية الذي أقيم في فندق فيرمونت بحضور أكثر من 300 شخصية مهمة وبتقديم أكيد زميلتنا الجميلة المتألقة دائما ريم بساطي. خلونا نتابع التقرير ونرجع نتناقش حتى مع ريم. طالما حظيت المرأة السعودية باهتمام ورعاية قيادتنا الحكيمة، فمنذ التأسيس مروراً بالتوحيد وإلى وقتنا الحالي، لعبت المرأة السعودية دوراً مهماً اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً، وجاءت رؤية المملكة 2030 لتعزز هذا الدور بتمكيننا نحن السيدات على جميع الأصعدة والميادين. تمكنت، تأهلت وتميزت، فشهدنا نجاحاً ملموساً على أرض الواقع نفتخر به جميعاً. حالياً نحن نعيش في عهد الملك سلمان حفظه الله الذي مكن المرأة، ونعيش أيضاً على رؤية 2030 التي بوأت للمرأة مكان مناسب ومكنتها بمناصب قيادية، والحمد لله نرى المرأة الآن إحنا ماشيين على خطى ولي العهد، وإن شاء الله طموحنا عنان السماء بإذن الله. المرأة السعودية تخطت مجال الإعلام، المرأة السعودية ما شاء الله تبارك الله عندنا إحنا ناس وصلوا في الفضاء وناس وصلوا قياديات في شتى الميادين، والحمد لله طبعاً مستمرين. هذه مجرد الخطوة الأولى، وإن شاء الله مع رؤية سمو سيدي ولي العهد حتبلغ المرأة مناصب أعلى وأعلى بإذن الله. حققت المملكة قفزات نوعية فيما يخص تمكين المرأة وزادة مشاركتها الاقتصادية في سوق العمل، وانعكست الجهود والتشريعات الإصلاحية التي تمت خلال السنوات الأخيرة وفق رؤية المملكة 2030 على مستهدفات تمكين المرأة، حيث بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للأناث السعوديات من 15 سنة فيما فوق أكثر من 33% بنهاية 2020، في حين تضاعفت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 17 إلى 31%، متجاوزا بذلك مستهدف الرؤية لعام 2030. والله إحنا في مجالنا كباحثات ويعني دكاترة في الجامعة يعني أخذين مكاننا من أول، بس زي ما بتقولي يمكن دحين سلطوا الضوء علينا زيادة وأدونا زيادة، يعني لكن إنه صرنا نشرف على الاختصاصات في البنين وفي البنات، يعني ما هو كتير عندنا، إحنا حسينا بهذا الشيء إلا بتعيين كمان العميدات، صار عندنا عميدات زي في جامعة الطائف، في جامعة نورة طبعاً تعيننا ملحق ثقافي في بريطانيا دكتورة أمل، فعندنا أسماء كتير في المجال العلمي وفي مجال الجامعات، فإن شاء الله إن شاء الله إحنا نتقدم شوية شوية، بس أكيد دفنت لطموحنا العنان السماء يعني ما يوقف بإذن الله.